السلام عليكم مشاهدينا الكرام، نحييكم ونرحب بكم وحلقة جديدة من برنامج جهود وجنود. نحن اليوم في مركز الإمام الحسين لرعاية أطفال التوحد. التوحد هذا الذي يصفه البعض بأنه مرض، وفي الواقع هو ليس بمرض. نتكلم اليوم عن مرض أو عن أطفال التوحد، وكذلك عن مركز الإمام الحسين عليه السلام لرعاية أطفال التوحد. إذن كنوا معنا. السلام عليكم، شلونكم شباب؟ انت شنو اسمك؟ شنو اسمك؟ أطلع. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، احنا قاعدين بين هالمجموعة الحلوة من أطفال التوحد، راح نشوف تصرفاتهم، الألعاب اللي يلعبون بها، الذكاء اللي عندهم، ونحاول أن نحكي وياهم إذا كان يحاولون يتكلمون ويانا. يعني. شلونك حبيبي؟ شنو تسوي؟ شنو تسوي؟ شنو هاي؟ شنو هاي؟ شلونك عمو؟ شنو اسمك؟ هاي تعرف شنو؟ شنو هاي؟ ميو. هاي ميو. هاي ميو صحيح. هاي شنو؟ بطة. ها؟ بطة. هاي بطة؟ لا هاي بقرة. وين بطة؟ وين بطة؟ وين البطة؟ ماكو بطة. انت شنو سوى علاوي؟ تعرف هاي شنو؟ او 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 صحيح. هاي شنو سوى بيهن؟ هاي شنو؟ يعني بصراحة نتمنى انه يتلقون العلاج او التدريب او العلاج الفيزيائي، ويكونون اطفال اسوياء ويرجعون الى المجتمع بصحة وعافية. ويمكن هم عرفوا يعني مثل ما أشوف هنا بالمعهد يعلموهم على مثلا على أنواع الحيوانات من خلال الصور الموجودة، أو ربما بهذه الألعاب اللي يشكلون بها أشكال هندسية، وهنا أيضا مجموعة أتمنى إن شاء الله أن يشافون ويتعافون وينضج عقلهم. وراح نكون إحنا وياكم بحلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله بحوار مع مديرة مركز الإمام الحسين لرعاية أطفال التوحد، ونتكلم عن مرض أو عن أطفال التوحد، وكذلك عن هذا المركز. خليكم ويانا. أغلب الناس يعتقد أن التوحد هو مرض، وإنما التوحد ليس مرض، وإنما هو اضطراب بالسلوك، ويكون علاج دائما التوحد يكون علاجه فيزيائي وليس كيميائي، وذلك يعني يثبت أنه هو مو مرض، هو بس اضطراب بالسلوك النفسي. الأمريكان يسمونه توحد، يعني الطفل توحد ويا ذاته، ما يختلط ويا الشخص المقابل أو أي شخص من أقرانه أو أهله. والبريطانيين يسمونه الذاتويين، يعني ويا ذاته، ايضا نفس المعنى ينطون يعني هم. فهو التوحد هو اضطراب بالسلوك والنفسيه. اسباب التوحد عندنا احنا التوحد يتقسم عده اقسام، احنا توحد شديد وتوحد متوسط مائل للشده وتوحد بسيط وتوحد طيف توحدي وسمات توحديه. اسبابه احنا لحد الان ما اكتشف العلم انه شنو اسباب التوحد، وحالات التوحد تظهر من خلال ورا السنتين، يعني مرات
يظهر لك طفل طبيعي كل شيء ما بيه، ورا السنتين تظهر عنده هاي الحالات. او بعض الاهالي كان يقول لك مثلا كان يحكي كان يقول ماما بابا، بس هو ما يكون جمله، لان التوحد عندهم صمت اختياري وليس خرس. اطفال التوحد عندهم صمت اختياري، بس خلال البرنامج التعليمي هنا وخلال برنامجنا الفيزيائي بالتدريبات انه نحاول نطلع مخارج الحروف من طفل التوحدي. اللي يصير عنده تشتت بالانتباه، عدم التواصل البصري، مثلا من اصيح الطفل كان اسمه اي، كان مثلا ماما علي احمد شنو اسمك، ما يعايل لك او تعال اعطيني، يصير التواصل البصري مو للشخص اللي تلقى يتكلم معه. ويصير عنده تشتت بالانتباه ايضا، طفل متشتت بالانتباه يعني ما يعرف شنو يريد، مع فرط الحركه. اكو اطفال يصير عندها فرط الحركه اللي قوي كلش، يعني اللي ما يقعد لا ليل ونهار، يظل على نفس الحركه مستمر مع تكسير بعض الاغراض، مع يعني عدم انتباه يعني انتباه الاشياء، ما يعرف اللي يضره من نفعه، يعني يصير عنده فرط حركه. حتى اكو اطفال تضرب راسها بالجدار او بالارضيه، اي ما يحس بالالم، ما يشعر بالالم. هو احنا قلنا بالبدايه مو مرض، هو اضطراب بالسلوك، يتعدل بالبرامج. هذا كله مع تعاون مع الاهل، لازم الاهل تتعاون معنا. لو تدري يعني هو اليوم 24 ساعه 6 ساعات الطفل يمي او 5 ساعات، اذا ما الاهل تعاونت وياه وشافت البرامج اللي اعطيها للطفل وتعيدها بالبيت، الطفل ما راح يتحسن حالته. ناهيك عن بعض العوائل تسوي حميه غذائيه للاطفال، تقول لك يقلل من فرط الحركه. طفل التوحد يراد له معامله خاصه يعني وعناية خاصة. وإحنا نشكر العتبة الحسينية اللي قامت على مستوى الدولة، ما قامت بهذا الشيء المشروع، ولا نشأت هيك ولا اهتمت لهاي الفئة من الأطفال أو العوائل. خلينا نقول تقريبا يعني تدري العائلة تعاني من هذا الشيء دائما، اللي دكتورة واللي مدرسة واللي موظفة، تدري هذا طفل التوحد ما يتحمله بعد، حتى روضة ما تتقبله، ما تتقبله المدرسة الاعتيادية، لأن طفل عنده فرط حركة وتشتت بالانتباه وعنده سلوكيات، بعض السلوكيات عنده تكون يعني، فالروضة تقول لك هذا طفل مو سوي ما أتقبله أني، أو الحضانة ما أتقبل هذا الطفل. فلنشكر إحنا العتبة من خلال برنامجكم الكريم والهادف، إنه يعني فتحت بهذا الشيء، يعني راعت هاي ظروف العوائل وراعت هاي الأطفال. التوحد عند الكبار ما يكون مثل ما عند الصغار، يكون يعني إحنا تدري التوحد مصطلح حديث، خلينا نقول هسه إحنا يعني إحنا بعض الكتب اللي قريناها إنه أينشتاين عنده كان توحد، ميسي كان عنده توحد، اللاعب الدولي، يعني حسب ما نقرأ بعض الكتب. التوحد مرات يصيب هسه، مرات أكو شخص تكون مجامل جدا، أكو شخص مثلا على قد السؤال يجابك ويسكت، يقول لك نوع من أنواع التوحد. التوحد هو قلت لك اضطراب بالسلوك وبالنفسية، فعادي يصير حتى عند الكبار. بس تقول لي مثلا الكبار واصل على مرحلة أو مستوى علمي أو كذا، ما أتصور يعني التوحد، نقول حالات نفسية تصير عند بعض الأشخاص وليس توحد. أطفال التوحد عندهم نوع من أنواع الذكاء، يعني اللي عندي أطفال آني كلش أذكياء، اللي عندي أطفال مثلا يقرون اللغة الإنجليزية، وعندي أطفال مثلا كان طفل عندي حافظ القرآن من الغلاف إلى الغلاف، تحسها موهبة ربانية يعني هاي. يعني حتى من تقول له مثلا على سبيل المثال طلع لي سوره مريم من رقم 17 اقرا لي لحد 20، يطلع لك اياها من 17 الى 20. هاي ايش تعتقد؟ هل حفظ القران طفل عمره 3 سنوات او 4 سنوات؟ لا، وانما موهبه ربانيه. عندهم بعض الشغلات الهندسيه يمتازون بها، عندهم بعض الاعمال يقومون بها. طبعا هاي ورا يعني التعليم بالبرامج، ولازم استمرار بالبرامج الفيزيائي، لازم عندي خلال من خلال البازلات، من خلال الالعاب ان جبناها العتبه وفرتناها من الامارات، من الصين، من لبنان، من ايران، يعني من عده دول. اكثر شيء يصاب الذكور التوحد، تقريبا ما يصاب 10% من الاناث، اكثر شيء الاصابه للذكور تكون. المركز هنا قامت برعايته وبعنايته وبانشاء العتبه الحسينيه المقدسه. طبعا من خلال قناتكم نحب نشكرها، كل احنا نشكرها، كل العوائل تشكرها، يعني نسال الله ان يجيب علينا المرجعيه. فتحتها بال 2011، فتحت هذا المركز اللي اجرته، قامت بالتوفير. تدري المركز يحتاج إلى سباليت، إلى أثاث، إلى ألعاب، إلى وسائل، إلى باصات حديثة تنقل من وإلى الطفل، مكيفة تكون، رواتب معلمات هيئت. فالعتبة تبنت هذا المشروع ويعني دعمته بكل ما عتها، مجاني كل العتبة، حتى كان تاخذ في الشيء كلش بسيط من الأهل، يعني الباصات مجانية عندنا ناخذ الطفل من وإلى، وتدري عدة أماكن، إحنا 5 باصات موفرتنا العتبة، مكيفة طبعا بالصيف، تبريد، بشتة، تدفئة، حفظ نظام عندي هنا،
يعني حرس، معلمات، احنا تقريبا ما يقارب 48 معلم، الكادر كله 55 الى 50، يعني من 50 الى 55، حتى قامت توفر لنا كوادر من خارج العراق اللي هسه حاليا حضرتكم انتم موجودين عندنا، الوفد اللبناني بدا يدرب ويضيف برامج للمعلمات. بل بالضبط عندنا اول شيء الاعمار مختلفه والمستويات مختلفه، بس مرات هسه حضرتك تقول لي مثلا انت من اعمار 3 سنوات الى 5 سنوات بشعبه، مو شرط، احتمال اخي اللي ابو 3 سنوات ويا ابو 6 سنوات. ليش؟ حسب اني اخذ حسب السلوك والنمطيه اللي عند الطفل. مثلا اكو طفل واصل الى مرحله، اكو طفل لا نبدي وياه من الصفر. احنا حسب التوحد، حسب تشخيص التوحد، احنا كنا نشخص قبل على مقياس جيليوم وبرنامجنا اي بي اي نشخص عليه، بس العتبه ضافت لنا خلال هاي السنه الاخيره ضافت لنا انه كادر طبي، وهذا من المفروض ان يكون كادر طبي يشخص الاطفال. ضافوا لنا الدكتور اسامه الساعدي والدكتوره شذا العوادي ايضا هنا، دكتوره شذا تباشروا ويانا وقيمت اطفال المركز تقريبا كلهم وكل الاطفال اللي يجينا. من قام يسجل الطفل، من يجي الطفل يسجل المحل، لا يجي اول شيء فحصه الدكتوره تشوف الحاله العده، وبعدين احنا على مقياسنا ايضا ناخذ مقياس جيليام تشخيصنا احنا كعلم، هم كطبيا احنا كعلميا تشخيصنا، وتدري نزاوج الافكار ونطلع الطفل ايش قد النسبه مالته بالضبط. هي تكون يعني صراحه اوصل لك الفكره شلون معدلات السادس اللي 90 طبيه اللي 80 مثلا هندسه بالضبط، انا حسب الطفل ايش قد تطلع الدرجه مالته الشعبه يصير بها. وقلت لك انا مقسمه، حتى عندي توحد متوسط وشديد وبسيط وسمات وطيف، وعندي ايضا ما قبل الاكاديمي والاكاديمي، اللي طفل من اهله من هاي المراحل كلها وين اوديه؟ اوديه ما قبل الاكاديمي بعدين اوديه للاكاديمي، بحيث من نخرج الطفل، الطفل متقن يعني اللغه العربيه، تاقن الحساب، تاقن الانجليزي بهاي المسائل. وعندي ايضا قسم النطق والتخاطب، يعني احنا ما حدنا متطور مو بس على التوحد، ايضا عندي قسم النطق والتخاطب، اكو اطفال عندهم قوقعه مثلا زارعين او كذا. عندي انا عده اطفال خرجناهم، احنا كل سنه نرفع للسماح عدد الاطفال اللي نخرجهم، يتخرجوا عندي اطفال، وهسه عندي اطفال وصلوا الى مرحله متوسطه. بس هل تقول لي مثلا كانوا توحد شديد وتشافوا؟ لا، كانوا عندهم توحد متوسط بدعم الاهل وبرامج المعلمات والتواصل مع العوائل والبرامج تاهلوا الاطفال اللي كانت عنده بعض السلوكيات، اكو اطفال عنده سلوك انسحابي، اكو اطفال مثلا عنده سلوك عدواني مثلا، هسه سلوك انسحاب من ارد اجر الطفل ما يتقبل، ما يعت نفسه، ما يقبل اجي، هذا عنده سمي سلوك انسحابي، والسلوك عدواني اللي هو يتعدى على الطفل الاخر او على الشخص اللي قاعد جنبه يعني ايضا يتعدى عليه نسميه سلوك عدواني. فعدي اطفال تخرجوا وصلوا الى مرحله متوسطه لحد الان، وحتى الطفل عندنا من يتخرج استاذ احنا شنو نقول له؟ بعطله نص السنه، بعطله اخير السنه جيبه عندنا، ما نخلي، نبدي نعيد للبرامج على مود يظل الطفل، لان احنا ما نريد نرجع للمربع الاول وياه. طفل التوحد يراد له على مدار اليوم ان تعيد نفس البرامج مرارا وتكرارا. عدي اطفال تخرجوا من عندنا طبعا بمحدنا، انا كل سنه ندفع نرفع احنا قائمه للسماحه بالاطفال اللي يتخرجون عندنا بلي، ونظل على متواصل مع الاهل يعني نتابعهم احنا ايضا وصلوا الى مرحله متوسطه، لان احنا فتحنا المعهد تقريبا من 2011 يعني الى من تعينوا من صاروا عندي اطفال وبدينا عالجناهم، حاليا هسه مرحله متوسطه وصلوا الى مرحله مال متوسطه، ونظل ايضا بعطله نص السنه وعطله اخير السنه الاطفال احنا يجون نعيد لهم نفس البرامج. توجد عدوانيه بين اطفال التوحد، هذا اللي توحد شديد يصير عنده عدوانيه، مرات مو شرط الطفل انه يتعدى على الطفل اللي جنبه، لا، وانما مرات يعضب ايدينا، مرات يلطخ راسه بالجدار بالارضيه، هذا يسمونه سلوك عدواني للطفل. اكيد اكو معلمات احنا نقلل من روع الطفل من هاي الحاله العده قبل لا هاي، احنا من يدخل الطفل اول ما يدخل للمعهد مو راسا نبدي نعطيه برامج، اول ما ندخل العاب وصالات العاب عندنا نحببه بالمعلمه مالته ونحببه بالمركز، وحتى نجلب له بعض الهدايا للطفل، الهدايا اللي تكون جدا بسيطه هسه ما تتوقعها انت، في سبيل نحببه بالمركز، وبعد هذا نبدي نعطيه برامج. عندنا جهاز جري، جهاز ترامبولين، عندي اجهزه صارت عندي لتقليل فرط الحركه عند الطفل، نبدي نطلعه بالاجهزه في سبيل نقلل هذا فرط الحركه اللي عنده، او السلوك العدواني العفو، فالسلوك العدواني عند الطفل التوحدي ما يكون لفظي، لان هو عنده صمت قلت لك بالكلام، ما عنده لغه تعبيريه، بس هو يكون جسدي. يعض مرات يعني يعض الطفل اللي بصفه، بس هاي احنا ترى على فكره احنا نظام العالم الدولي انه كل 4 اطفال 2 عليه متدربات. فاحنا هسه كل شعبه ايضا عليها، اذا مو 6 اطفال احنا تدري شويه الاعداد مزدحمه عندنا واطفال التوحد بكثره.
فكل 6 أطفال، كل 7 أطفال عليهم 2 متدربات. آلية التسجيل بالمعهد قبل بساعة يعني قبل كانت مفتوحة ولا زالت مفتوحة عندي يعني آلية التسجيل، لأن تعرف عوائل وين تروح يعني. وقلت لك العفو، إحنا المركز الوحيد اللي العتبة يعني مشكورة فتحت هذا المشروع، يعني الدولة ما اهتمت بهاي الفئة من الأطفال، فإحنا على مدار السنة فاتحين التسجيل مالت الأطفال، بس يبقون إحنا نبطي احتياط. مثلا أنا أشوف المعهد مثلا يعني مزدحم، وهاي ما أقدر أضغط على الأطفال الثاني لأن ما يستفادون، الكثرة كالنقصان راح يصير، فنخلي عندنا سجل الاحتياط، وكل ما نخرج دفعة أو كذا نستقبل دفعة ثانية مثلا وراها. يعني عدة تقريبا 11 معهد عندنا مال توحد صار بالمحافظات، بس كربلاء بها 3، نور المصطفى للبنين ونور المصطفى للبنات، والباقية كلهم أسماء الإمام الحسين لرعاية أطفال التوحد، مثلا في كربلاء، في البصرة، في العمارة، في الناصرية، في النجف، في بابل، عدة فرع، فتحنا عدة فروع بكل المحافظات. أطفال التوحد أطفال جدا متعبين، ويعني حتى أنا عندي معلمات ضرروا من أطفال التوحد، يعني عندي 2 معلمات سووا عملية بظهرهم من قد ما طفل التوحد، يعني على فكرة الطفل التوحدي يمتلك قوة يمكن ما يمتلكها الشخص الكبير، يعني عنده خزينة من الطاقة يعني لا يقدر، ما تعرفه شن، مو لكل أطفال التوحد. بلي عندي 2 أنا معلمات أجروا عمليات في ظهرهم من طفل التوحدي، لأن الطفل التوحدي من الدفع لمعلمة مرة وعتها، مرات الطفل التوحدي ما تقدر تغفل عنه ولا ثانية، يعني مجرد إحنا فد مرة المرات المعلمة تطلع له الأكل من جنطته أخذ الموبايل هفة بالبلازمة، كل الشعب إحنا تكون بها بلازمة وسماعة صوتية وكاميرات مجهز المعهد بكل شيء، فشال الموبايل ضرب الشاشة رأسا غدت يعني طاحت فدور بالقاع، صارت لك إيش حالها. زين ما نقولنا سضرب أحد من الأطفال الثانيين، هسه تقول ليش والمعلمة الثانية اللي وياها؟ مرات العفو عندنا طفل يروح حمام، يروح مثلا عنده يصير عنده شلون مثلا انفعال، سلوك انفعالي، فنحاول نطلعه للخارج على مود يقلل من هذا الحده العده. تدري طفل ينحبس 6 ساعات 7 ساعات بالشعبه ما يقدر يطي برنامج. حتى المراه بطبيعه الحال انه عندها خلق طويل وقادره على هذا الشيء، يعني دائما احنا نقول هسه المراه قويه حتى اقوى من الرجل، لان هي موظفه والرجال موظف، ترجع تطبخ تسوي عادي، المراه تكون عندها هاي القوه تمتلكها، ناهيك عن هي ام. احنا من هذول اطفال التوحد احنا باعتبارهم اني كلهم اقولهم كلهم ابناء ذولي. انا هسه حاليا عندي 120 طفل. اني امهم، من يخرجون خارج المعهد انا بعد ما امهم، مالي الان داخل المعهد اني امهم، والمعلمات كلهم يتعاملون شيء. فالدورات التدريبيه الخارج العراق اللي سويناها تدربناها انه كيفيه التعامل مع الطفل التوحدي. تكون عناية خاصة بي، تقول بالبرنامج، تكون تخفيف الطاقة عده، نفس البرنامج هسه اللي نستخدمه يا طفل التوحدي. احنا تعاوننا مع اطفال اهل اطفال التوحد، احنا عندنا كل سبت كنا ورشة عمل مع ام الطفل التوحدي، نعطيها البرنامج بالصورة الصحيحة شلون تبدين تدربين الطفل. فتدري انت مو كل الامهات ملتزمات بالنظام، ولا كل العوائل مثلا اكو عائله تقول لك انا بدي اجيبها قضاء وقت، اقضي وقتي بي على مدان موظفه اقضي الوقت واخذه، اكو عوائل لا ملتزمه جدا وتمشي وياي بالبرنامج. فانت تعرف انه الطفل اذا كان الاهل ما داعمين لهذا الشيء ما راح يتحسن، لو اخليه 20 ساعه يعني ما راح يتحسن، ليش؟ لان لازم يريد العنايه من الطرف الاخر. بالضبط عندي 3 اخوه انا ايش كانوا، واكثر شيء عندي اخوه توام هسه اخوه، عندي 3 اخوه، عندي 2 اخوه، عندي 4 اخوه، عندي جدا هواي تصير الحالات متشابهه. طبعا على فكره انا عندي في السؤال هل من عندي سجل مقابله مع العائله من اسجل الطفل التوحدي، عندي فد فقره من الفقرات هل توجد حالات مشابهه بالعائله؟ فاكثر العوائل تقول نعم، كان عمه، كان خاله، كان جده. انا اقول هل تعاينين لاهلك واهل زوجك، عاينين الاقاربكم من الطرفين، هل توجد هاي الحالات؟ احنا هذا كله ليش هاي دراسه؟ من اعرف ان الطفل التوحدي مثلا عنده حالات مشابهه اقول ان الوراثه ترجع لادم، بس اغلب العوائل ايضا ما عندها هاي الحالات، تقول لك هاي اول حاله تصاب عندنا. فبعض الدراسات تقول لي وذلك كبر الام او كبر الاب بالسن تؤدي الى ان الطفل التوحدي يصاب بهذا الشيء. لا ماكو، عندي اطفال هسه انا مواليد 99 و97 عندهم اطفالهم بهم توحد، يعني العمر ما له علاقه. الوراثه نوعا ما هي الوراثه ترجع لادم، الوراثه لها علاقه، بس هل كان بذاك الزمن اكو توحد؟ لا ما كان ذاك التوحد، بس وانما يصير الطفل مرات، والعفو احنا الطفل التوحدي يزيد الحاله عنده، وذلك بكثره اللعب على الاجهزه الالكترونيه اللي هو الموبايل التاب، انه دائما العائله مطيه الطفل هذا الشيء على ابو تخلص الشغل، هالام او الاب عنده شغل او ما يطيق صراخ الطفل فيعطونه الموبايل او التاب، وهاي يزيد من الحاله. لان عندي اطفال سبيرجر،
مثلا تقول للطفل تعال مثلا على او تعال حبيبي، يقول لي كيف حالك؟ عند اللغه اللي احنا نسميها سبيرجر اللي هي اللغه الفصحى. اي عنده ايجابيات ايضا، كلش عنده ايجابيات هواي. طفل التوحدي مثلا عندي اني السراويك فد شغلات يسوونها اطفال التوحدي، يصممون شغلات، يصممون شغلات مثلا هسه الساعه العفو نخلي لهم فد اوراق رسم، يرسم الساعه، يخلي ميل الساعه، يعني هو يقدر يقصقص يقص هاي عندي كارتات ملونه يقصها ويخلي لي عده، يسوون عده عده مهارات طفل التوحدي، بس مو الكل، البعض. نقول النصيحه اللي اقدمها للاهل انه الطفل التوحدي او اي طفل اعتيادي حتى لو كان مو توحدي، ان تتكلم معاه الام من هو وصغير، او تركه للتلفاز والاجهزه الالكترونيه، لا هاي دمار للطفل، وهاي القنوات مالت الافلام كرتون وطاها وما طاها، هاي كلها لازم تنشال من الطفل التوحدي. ونرجع مثل قبل، شلون كانوا احنا كنا اصلا ما كان تلفزيون يمكن ساعه واحده ينفتح باليوم ونعايل لو فرحانين، هسه الطفل التوحدي او الطفل الطبيعي ايضا، حتى الطفل الطبيعي اذا مو موبايل تلفزيون، اذا مو تلفزيون تاب، وهذا كل شيء خطا. يعني اتمنى من الامهات اللي يسمعوني ويردون مصلحتهم قبل مصلحه ابنائهم ان يتركون هاي الاجهزه الالكترونيه يشيلونها. نحط الرمان، رمان شاطر، أطفال يختلفون عن الأطفال الأسوياء، لذلك اللعبة الواحدة استخدمها عدة مهارات للطفل الواحد. فمثلاً هذه اللعبة هي عبارة عن حلقة، وبنفس الوقت عبارة عن لون أصفر، بنفس الوقت عبارة عن تواصل بصري بيني وبين الطفل. فهي مجرد لعبة أنت تشوفها، لكن هي للطفل التوحدي عدة مستويات أنا أستخدمها. فمثلاً هسا عندي طفل علي، علي باوعني، علي 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 انتبه على الحلقة وين ما يمين أو يسار. نفس الوقت علي هذا يا لون، لون أصفر. علي حط الحلقة، انتظري نرجس، مامي نرجس، انتظري، يلا نرجس حط الحلقة، شاطرة، حلقة يا لون، حلقة لون أزرق. أفصل هاللعبة، فلذلك أنه اللعب، التعلم باللعب مهم جدا لاطفال التوحد، انمي عندهم عده مهارات من لعبه واحده. اذا مشاهدينا الكرام، رغم كل الالم اللي نشوفه في عيون الاطفال مصابي التوحد، الاطفال التوحد، والالم اللي نشوفه في عيون المعلمات، لكن تغمرنا فرحه حقيقيه أن يكون مركز الإمام الحسين عليه السلام بهذه الإمكانيات، بهذه الطاقات، برعاية كريمة من العتبة الحسينية المقدسة، متمثلة بالمتولي الشرعي للعتبة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، أن يكون معهد بهذه الإمكانية، بهذه الطاقات، بهذه الخبرات العلمية والفنية لعلاج مرضى التوحد. نتمنى لهم الشفاء، ونتمنى أن يعودوا إلى بيوتهم أصحاء بعيدين عن كل هذا أو عن هذه الإصابة وعن التوحد. إن شاء الله نشوفهم في المجتمع بهذا الذكاء اللي كان يرتبون الألعاب الهندسية، إن شاء الله يكونون بنات للغد بعد أن يتشافون من التوحد. إذن أحبتنا المشاهدين الكرام، نلقاكم إن شاء الله وحلقة أخرى وموضوع آخر من برنامج جهود وجنود. إلى الملتقى.